بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، معتو بكو يلا فايلسنيه يلي نبي عليه الصلاة والسلام سلات كي نغينا يلا كارو بتنكاه السرنيق مدلو شهر الله المحرم أتا دقوم إني نفسي كسن كسيسيو. شهر الله المحرم محرم السي وأول شهور السنة الهجرية هجر اللوكو إنك هيتوها الساي الستكي إنك هيتوها الساي، وهو أحد الأشهر الحرم الأربعة. أشهر الحرم يلي مقاعسية نفر السكا السكتيناي يلي تو الستي تبنكت نميتكي و تبنكي نمال سكا أفرالسي من أشهر الحرم يلي كيه الديا بيهن الساي. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم أككيهن الساي، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب تو أفر الساي، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم يليه نبي أكهب الداعي سنة. ومن عظيم شرف هذا الشهر أمال سليه يمده تقحتكي مدودا شرفاي كن بكا أن النبي صلى الله عليه وسلم يليه نبي أضافه إلى اسم الله تعالى يليه مقاعتا كاعكسي شهر الله المحرم يه وادي يليه مقاعتا، فسموه شهر الله المحرم كاكيه كهي يمي تشريفا له وتعظيما كاهبا يمكن باكي حديكي آل سليه يمده تمام مقاعكاه بيليه نبي عليه الصلاة والسلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أبا هريرة بهان حديث يلي النبي عليه الصلاة والسلام إيامها: صوموا صوم إدبونه رمضان كلكل يايسي هنالسي مدولي هنالسي كل سايفولي هنالسي شهر الله المحرم يي فردي صلاتا قمود السنة بحانا هيلا تلد يوانا هين صلاتك بربان صلاتك فول لنها تنها شهر الله المحرمة أو أشهر الحرمة عموما. شهر الله المحرمة تحريم الظلم دي قبه تما ظلم نمسي إسين إبسي ظلمم إسي ربي ظلمم إسي توبك إنه تنيه تنكادو يليه قنو ظلممي محرمك تنيه أمال ست ليه تمدهوي في هذا الشهر العظيم برسلكو أما محرم الستا ظلم أبانه نيمي قولا وفعلا فدن لا ينيا ظلم كي ديريني فدن تا ظلمي دمك حرام كل سل حرام ديك كي غير أشهر الحرم حرام كه كنها يلي سبحانه وتعالى إيش القرآن ليما فلا تظلموا فيهن أنفسكم تما أشهر الحرم تو إيش نفسي مظلمنا لأن ذنبي دريب الدبهين على ستيتاي أجري دماكا دربو يكيه ادي يلي سي مدوشي عندها كدام فلا معاند بحسيسان السكاد معاند ابينكي. وان كان الظلم في كل وقت حراما تكويا امال ستتا غحاهي هاي. فعن ابن عباس في قوله تعالى ابن عباس: فلا تظلموا فيهن انفسكم يلي يه وعديم في كلهن ان كيتنا الستي برسلكو افرسك اشهر الحرم افرسك اسني مظلمنا. ثم اختص من ذلك أربعة أشهر طبعا كنا ملسكا أفرال سيالي الدك يكل سوسي فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم ثم آل ستة أفرال ساقير آل ستة مدوسي كن باءك هبه كات ذنب بأبانما كدام كادو يين به ربي رب العزة والجلالة ذنبي أما أفرال ستبانه نمي كدأ ما نهتني عمل الصالحي كاد معن تام أبانا ما كدقل تدلي سوم الدبانا سوم بكاري تقديتك يلا الديوانا هنينمي كدام مدد دليه تنالساي، وهو أفضل ما يكون من الصيام بعد رمضان رمضان قمد الأبهانا هنين سومكو شهر الله المحرم تبانا هنين سومو فول لكراعا توها كاك النمي يليه نبي عليه الصلاة والسلام حديث ليمي السرك لهني أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان كاكيانين وعدي.
فقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. إيه صلاتك فردي قمد الفول لها صلاتا من صلوات التطوع كو بربا صلاتاي صوم كو فردي صوم رمضان صومو قمد الفول لها صومو شهر الله المحرم ينبي عليه الصلاة والسلام.